صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا مريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره بالتحديد من امام طبعا يعني دولاب البطولات زي ما كريم قال متواجده معاكم لنقل اخر الاخبار وكل يعني الانشطه المختلفه. هبدا طبعا بالفريق الاول لكره اليد رجال بنادي انها ميرانو الرئيسي على صاله الدمام استعدادا لخوض مباراته الاولى في بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد امام نظيره النور السعودي. وقد حرص الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل الميران للتأكيد طبعا على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة. كمان شهد الميران تدريبات استشفائية وبدنية وبعدها طبعا قام الجهاز الفني بعمل تقسيمة قوية جدا بين اللاعبين. محمد الغزاوي طبعا عضو مجلس إدارة النادي الذي يترأس بعثة فريق اليد للمشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب حرص على الاجتماع مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عقب وصول البعثة مباشرة إلى مدينة الدمام للإطمئنان على كافة الترتيبات التي تخص طبعا الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وتوفير كل الأجواء التي تساعد طبعا الفريق على تقديم أحسن عرض وتحقيق أفضل النتائج. كانت كمان بعثة الأهلي يعني وصلت أمس الاثنين إلى مطار الدمام استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري. الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي فاز أمس على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في أول مباريات الفريق ضمن الموسم الجديد من بطولة الدوري. كانت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قوي جدا من جانب سيدات الأهلي لينتهي اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتيجتها كالآتي: أول شوط 25-16، تاني شوط 25-19، والثالث والأخير 25-10. وهيواجه فريق سيدات طائرة الأهلي في المباراة المقبلة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري. وأخيرا بعد فوز سيدات سلة الأهلي على الصيد بنتيجة 94-51 الفريق بيتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط. والفريق بالفعل اتجه إلى الإسكندرية منذ قليل لمواجهة سموحة الساعة 5 مساء في صالة برج العرب، وأيضا ناشئات سلة الأهلي هيواجه سموحة والمباراة هتكون الساعة 1 ظهرا. قناة الأهلي طبعا يعني هتكون بتعرض المباراتين بث مباشر. كل التوفيق أكيد لفريق سيدات سلة الأهلي سواء الفريق الأول أو الناشئات. ودي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا من النادي الاهلي، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. ده احنا اللي بنشكرك على هذه التغطيه، جزيل الشكر زميلتنا العزيزه روزان نصر. شكرا ليكي جدا طبعا يا روزان.